السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يبلغ الدونم بالمتر؟ سؤال أيضا جاءني من محمود من دولة الأردن الحبيبة والعزيزة، فبالتالي أعزائي أريد أن أوضح لكم هذا الأمر. لنبدأ، لأن هذا الأمر نوعا ما يختلف بين الدول. في العراق الدونم يعادل 2500 متر مربع، ولكن في سوريا وفلسطين ولبنان والأردن الدونم يعادل 1000 متر مربع. ومن المهم التذكير بأن الدونم كان قبل انهيار الدولة العثمانية هو حوالي 920 مترا، ولكن تم تغيير قياس الدونم إلى أغلب وجميع الدول إلى 1000 متر مربع، والتي اعتمدته معظم الدول وأسمته بهذا الأمر. إلى اللقاء.